اليوم أول خرجة مع المشتركين، متحمسة إني نشوفهم برات المقر. أنتم موجودين اليوم في منطقة أويسس، إحدى مناطق الترفيه بموسم الرياض لهذه السنة. كل شيء بتشوفوه حوالينكم هنا تم تصميمه وتنفيذه والإشراف عليه من قبل سعوديين وسعوديات. على إيدكم الشمال حتشوفوا مسرح أويسس، المسرح مستوحى من طبيعة الصحراء. إحنا محضرين لكم مفاجأة إن شاء الله. شو هي؟ بس نوقف، تكون بانتظاركم. ناكل، انا جعانه. ايه ده؟ الله ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهلا اهلا، ايه المفاجات الحلوه دي؟ حاجه لطيفه جدا من الاستاذ حسن ان هو يجمعنا كلنا وناكل سوا. الله، شو هالطاوله اللي بتشهي. لو الدنيا وقفت ضدك معك هات الاوقات. اليوم كان نهار، اليوم نحسبه من احسن الايامات اللي قضيتها في الرياض، وخاصة في البرنامج.